وصلنا لجولة أو عفوا لنجوم فقرة نجوم الحقيقة، سرعة ومهارة وهداف لم يخدمه الإعلام كثير، بل الجهد والجد هما من قدماه للمشهد. دعونا نتذكر من جلب لنادي الشباب الآسيوية عبد الله الشيحان. سون سون الكوري، لاحظ شوف هذه الكرة الثلاثية، كرة ترتد مرة ثانية، يلعبها كماتشو حلوة، عبد الله الشيحان متابعة جيدة ويحرز هدف التقدم لنادي الشباب في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ليتقدم نادي الشباب السعودي بهدف مقابل لا شيء طبعا سون سامسونج الكوري. شوف الضغط طبعا اللي قام فيه دفاع او لا نادي ورد الفعل ما في شك من الجهاز.